المفتوح إلى حدود منتصف النهار. فقرة الجمال، سجلي اللي عندك للتخفيف من حدة سواد الركبة والمرفق. مكونات ديالنا: معلقة صغيرة من الحلبة تكون مطحونة، وجوج معلقة صغار من زيت اللوز، ونصف حامضة. قلت معلقة صغيرة من الحلبة تكون مطحونة، وجوج معلقة صغار من زيت اللوز، ونصف حامضة. طريقة: كنخلطوا الحلبة مع زيت اللوز، وكنوضعوا على الركبة والمرفق، ونبقاو ندلكوا بطريقة دائرية ولينة لمدة 10 ديال الدقائق. كنخلطوا الحلبة مع زيت اللوز، وكنوضعوا على الركبة والمرفق، وكنبقاو ندلكوا بطريقة دائرية ولينة، يعني غير بشوية، لمدة 10 ديال الدقائق. في الأخير كنغسلوا هاد المناطق بالماء، من الأحسن يكون دافئ، وكنشفوا، ومن بعد كنقبضوا داك الطرف ديال الحامض، كندوزوا على هاد المناطق. علاش؟ باش تحيد ديك الريحة ديال الحلبة. الوصفة ديالنا للتخفيف كيف ما قلت من سواد الركبة والمرفق، بحيث كنحتاجوا معلقة صغيرة من الحلبة تكون مطحونة، جوج معالق صغار من زيت اللوز، ونصف حامضة. الطريقة: كنخلطوا هذيك الحلبة مع زيت اللوز، وكنوضعوا على المرفق والركبة، وكنبقاو ندلكوا بطريقة لينة ودائرية لمدة 10 ديال الدقائق. في الأخير كنغسلوا هاد المناطق بالماء، من الأحسن يكون دافئ، كنشفوا، ومن بعد كندوزوا داك نصف حامضة لإزالة رائحة ديال الحلبة. المكونات: معلقة صغيرة من عصير ديال الحامض، معلقة صغيرة كذلك من الماء ديال الورد. إذا جوج معلقات، معلقة ديال ماء الورد، ومعلقة ديال عصير الحامض. سهلة مهلة. كنوضعوا في هذا الخليط الأظافر ديالنا ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق. من بعد كنشفوهم بلا ما نغسلهم. عرفتها سهلة وحفظتها بلا ما تكتبيها لالا. أنا هنا باش تبعيني حتى بالسمع. معلقة صغيرة من عصير الحامضة، معلقة صغيرة من الماء ديال الورد، كنخلطوا هاد المكونات، وكنوضعوا فيهم الأظافر ديالنا ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق، ومن بعد كنشفوا يدينا، كنمسحوهم بلا ما نغسلوهم، وهكذا غنكونوا تهلينا في الأظافر ديالنا. كيف التحضير؟ الطبق ديالنا اللي غادي يعطي لنا اليوم هو شكيب الإدريسي من رباط. شكيب، صباح النور. صباح النور لالا نادير. شخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس، لاباس، الله يبارك فيك. كيداير معاك الشتاء؟ احنا الحمد لله، والله إيه. الحمد لله، فرحانين بها. لا الحمد لله، بالفعل حتى لله. الامراض بعدا كتقل مع الشتاء. نعم شاكيب، عودتنا انك تعطينا نصائح وكذلك اطباق لي هائله وممتازه صراحه من خلال اللقاء المفتوح، واكيد حتى الناس توحشوك وتوحشوا الاطباق ديالك، ودائما كتعطينا شي اطباق اللي ما مولفينهاش، يعني كنحضروها بزاف. اليوم شنو غادي تعطينا؟ اليوم غادي نحاولوا مع هذا الجو كما قلتي، جويا جو بارد، حنا اختارينا طبق يكون ديال لي بات، شويه الانرجي، شويه الحراره، شويه. اكيد اكيد. مي حنا غنخرجوا على العاده، وغنحاولوا ناخذوه نديروا عوض ما نديروا نورمالمون، كنديروا الطبق ديما ديال لي باك، كنديروا بالكفته، كنديروا بشي بالدجاج، كنديروا اليوم نحاولوا نديروه بالخضره، نحاولوا نديروا بشي حاجه بقات عندنا في الدار، شي حاجه كاينه في الدار، كاينه في الدار، بلا ما نخرجوا نتقدا ولا شي حاجه. لا ما نخرجوا نتقداو، صافي، من اليوم اللي تلف ما يبقاش يشد الارض، دابا اللي تلف غيولي واخا شاكيل. اذا ما غاديش نخرجوا نشوفوا هذا الطبق، اللي ما غاديش نخرجوا نتقداو عليه. مرحبا لالا، غنحتاجو 5 غرام ديال لي بات. انا اختاريت لي بات بيني، لي بات بيني هما لي بات تيكونوا مجعبين بحال المقاروني، غير هما تيكونوا طول شويه، تيكونوا طوال، معروفين في السوق لي بات مجعبين او لي بين. غنحتاج نص دنجاله. شحال؟ نص دنجاله. نص دنجاله اللي غنكونوا ديجا قطعناها مكعبات وطيبناها نص طيبات الماء والملح. غنحتاجو 8 ديال لي بياس ديال مطيشه ديال الحب الملوك ديك الصغيره، طوماط سوريز. 8 الحبات. غنحتاجو جوج قرعات صغار خضر، قرعه خضراء، جوج خيز زوات، 100 غرام ديال الفرماج محكوك، و100 غرام ديال الشامبينيون. هذه بالنسبه للمقادير. بالنسبه للصوص اللي ديالنا، غنحتاجو ليها 6 المعالق ولا 7 المعالق ديال زيت البلديه. معلقة كبار شاكيب؟ بيان سيغ، معلقة كبار. نعم. المعدنوس بيان سيغ مقطع. الزعتر غنحاولوا ندوزوا شوية في السخونية في المقلاة ولا شي حاجة، ونحاولوا نرجعوا بودر، نحكوا بيدينا تيرجع بحال الغبرق. واحد شوية تا هو. شوية الحبق تا هو يكون هاشي، تا هو يكون مقطع.
وشويه الثومه مقطعه. ما شويه الثومه شحال تقريبا كاع؟ جوج شي جوج فصوص بالنسبه ل 9 كيلو، شي جوج حبات، جوج دروس، جوج فصوص، جوج ديال الفصوص، جوج ديال الدروس. نعم داكور. غنشدو لي باط ديالنا، غندو بيان سور الماء والملح. جو بريفير ناخذ شي بويون، شي الدراما ديال البن، ومن الاحسن تكون ديال الدجاج اللي طيفها باش تكتسب ديك البنه. دونك نسلقوا هذيك لي بات في يعني في الماء زائد الدراما ديال البنه. زائد الدراما ديال البنه. نعم. ملي نسلقوهم نحيدهم من الماء بيان سور، نصفيهم. نصفيهم، وملي واحد لاسيوس ملي نصفيهم نحاولوا نبردوهم بالماء بارد باش ما يتعجنوش لنا بهذيك السخونيه ويطلقوا ديك لاميدون ديالهم ويتعجنوا. نحاولوا ندوزوهم في الماء بارد شي صفايه. ونحطوهم يتسقطروا باش ما يتعجنوش لينا وما يتلصقوش، حنا محتاجين كل حبه بوحدها. كاين شاكيب اللي كيضيف واحد القطيره ديال الزيت في السلايق باش ما تلصقش. الى اي حد هذه مزيانه. نديروا هاد لي بات كنخليوهم في قنت، وكنجيبوا الزيت البلديه كنديروا معها الثومه والشامبينيون، كنبقاو نحركوا حتى حتى داك الشامبينيون كيطيب لينا. نعم. بالنسبه للخيزو ديالنا، لان عندنا جوج ديال حبات ديال الخيزو، جوج ديال القرعات، ودنجاله وحده، كنقطعوهم مكعبات كنديرهم نص سلقه. نص سلقه اللي عندنا. اذا الخضر اللي حنا كنحتاجوا ليها بالنسبه للناس اللي كيستمعوا لنا، راه كاين الشامبينيون، كاين الخيزو، كاين القرعه، وكاين الدنجال. والطماطم ديالنا صغيوره، ديك صغيوره بزاف، هذيك اللي كناخذوها. اذا كناخذوا المقلاه ديالنا كنديروا فيها زيت البلديه والثومه والشامبينيون حتى كيتحمر لنا هذاك الشامبينيون، عاد كنضيفوا ديك الخضره ديالنا اللي هي طابت نص سلقه. كنخلطوا هذا الشيء كله مزيان، من بعد كنضيفوا الزعتره ديالنا، وكنضيفوا الزعتر والمعدنوس ديالنا وداك الحبق وازير. كنضيفهم كاملين لديك الخليط ديالنا ديال الخضره. في الاخير كنقبطوا هذوك لي بات اللي سلقنا، كنخلطوهم مع الخضره كامله، وما نساوش مطيشه ديالنا راه هي الاخر خصها تبقى. الا شفنا نقطعوها على جوج مزيان، ولكن خصنا دائما نحافظوا على الالوان ديال الخضر ديالنا. اذا كنضيفوا مطيشه هي الاخر، وكنخلطوا هاد الخضر ديالنا كاملين، وكنجيبوا واحد الاناء كنديروا فيه ديك لي بات ديالنا، وكنضيفوا هاد الخضره كامله وكنخلطوا مزيان. من بعد كنجيبوا سميتو هذا الاناء ديال التقديم ديالنا، كنحطوا فيه هاد السباغيتي، وعاد كندردروا من الفوق الفرماج اللي هو حكيناه من الفوق، ولكن باقي لي بات سخون باش كيساعد داك الفرماج على الذوبان. من بعد كنجيبوا شويه ديال المعدنوس ديالنا مقطع، وكنزينوا به الطبق ديالنا. وهالالوان عندنا خيزو اللون احمر، القرعه عندنا لون اللي هو اخضر، وعندنا الدنجال اللي لون اسود، وعندنا الطماطم اللي حتى هي اللون ديالها احمر، وعاد شويه ديال المعدنوس مع ذاك الحبق اكيد غادي يعطيها واحد اللذه هائله جدا. انا هذه يا شاكيب غادي نوجدها لان ما صعيبهاش بزاف. ياك ما صعيبهاش بزاف، غادي نمشي نوجدها هذه وغنرد عليك، ولكن اكيد مني فيها ازير وفيها الزعتر وزعتره طريه حتى هي، والثومه حنا عاد تكلمنا على الثومه اكيد غادي تكون لذيذه، خاصه اننا ما مولفينش حنايا يعني كنطيبوا غالبا لي بات بمطيشه بلاصوص ديال الطماطم، هذه ما فيهاش لاصوص ديال الطماطم نهائيا، وما فيهاش كذلك حتى يعني اللحم الكفته ولا شي حاجه بحال هكا، بالعكس هي كاينه كلها بالخضره، وكيف ما قلنا بان الخضره راه هي مهمه كثير، وهذه راه ماكله جابها لينا شاكيب من ايطاليا ياك. وليطاليا معروفه بلي بات ومعروفه بالبيتزا اكيد. اذا هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم شاكيب الادريسي، كنشكرك بزاف على هذا الطبق اللي هو سهل وفي الحقيقه ممتاز، كيبان بانه مزيان. انا قلت لك راني كنشوف الطبق قدامي شاكيب، ما عنديش مشكل. مرحبا. وفي المتناول ديال الجميع اكيد، ومره مره نغيروا من الطبيعه ديال التغذيه ديالنا، مره ما فيها باس، غير هي كاينه ملاحظه شاكيب، هو في ليطالي ما انا اللي لاحظت وكليتها ولكن ما قديتش نكملها صراحه، هي عندي هو لي بات ما كيطيبوهمش بزاف، يعني كتبقى لي بات عندهم تيبقاو بحال لي خضر، هذاك هو عندهم على دونتي، هما تيسموها على دونتي، يعني تكون غير مصطيبه، غير مصطيبه، غير مهما كان حنا كناكلوا، واخا شي واس ايطاليا كناكلوا على ماروكان، كناكلوا بالطريقه المغربيه. اي هذا هو اللي بغيت نقول لك، هما تيقول لك الا طيبتي لي بات بزاف كتفقد ديك المكونات ديالها، كيخليوها بحال يقول مصطيبه ديال لي بات. فعلا داك باش من الشهر كاع الطبخ ديال لي بات في ايطاليا تيخليوها على دونتي، تيخليوها مصطيبه باش يحسوا، حيت حتى خليتها مصطيبه كتحس بواحد لوغ اللي ما كيكونش شويه طايبه كلها، وهي طايبه مزيان. ولا لا انا ما قديتش ناكلها، زيت لي با طيبتهم بطريقه مغربيه كيف ما قلتي، حتى هره وعاد كليتها ما نقدرش ناكلها بديك الطريقه. شاكيب شكرا جزيلا لك، تحياتي وتمجموعه ديال النصائح. لاله خديجه صباح النور. صباح
صباح النور اختي نادية. شخبار اختي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كي داير مع هذا الجو؟ صباح الخير المستمعين والطاقم المرافق لك. الله يبارك فيك. كي داير مع هذا الجو؟ الحمد لله. طيب تبعدا شي غدا ولا مازال؟ فرحانين. قولي خديجة. طيب الغدا؟ طيب شنو طيبتي باش نجيو نتغداو كاملين؟ شي فلور. شنو هي؟ شي فلور. لا لا زوين الشي فلور دابا راه كاين موجود في السوق بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والراحه لاله خديجه. اذا خديجه وجدنا معك مجموعه ديال النصائح. نعم. غادي نبداو على بركه الله. كنتي قلتي لنا شي حاجه ديال اللوز. نعم. باش يبقى لينا مزيان. ها نعم اللوز باش اللي كنحتاجو لتزيين الحلويات مش كيكون مختلف الدرجات، كاين متوسط كاين صغير كاين كبير. نعم. الا بغينا نحصو اللوز كنهرمش معنينا غير نفسخو اللوز وكندوزو في الماكينه ديال الخضره. بغيناه غليظ ديرو الصفايه ديال الماكينه غليظه، بغيناه متوسط الصفايه متوسطه، بغيناه غليظ بغيناه غليظ، بغيناه رقيق الصفايه رقيقه. كندهنوه بشويه الزيت. نعم. وكنحمروه في الفران. إذا خديجة بالنسبة لك هذه الوصفة هي كتعلق باللوز للتزيين ديال الحلويات ديالنا. نعم. واش كنسلقوا هذا اللوز هو الأول ياك؟ نعم. كنسلقوه وكنقيوه كنقشروه وكنطحنوه وكندهنوه بشوية ديال الزيت وكنحمروه وكنحتفظوه به الوقت اللي بغينا نزينوا به شي حلوة أو حتى البسطيلة ديالنا ولا شي حاجة بحال هكا ممكن ناخذوه. وبطبيعة الحال ملي كنطحنوه في ديك الطحنة الخضرة راه هي عندها عيون مختلفة، ممكن نطحنوا كل كمية بواحد الشبكة معينة باش كيخرج لنا الحجم ديالو متنوع، فيه الرقيق فيه الغليظ إلى غير ذلك والمتوسط. ونفس الطريقة بالنسبة للكاوكاو. حتى كوكو كدير نفس الطريقة. نعم اللي بغى كوكو حتى هو نفس الطريقة. إذا الطريقة ديال خديجة راه سهلة هنايا ما فيهاش يعني صعوبة، فقط أننا كناخذوا اللوز أو كوكو كنسلقوه وكنقشروه. الكوكو بلا ما يتسلق هذاك غير كنقشروه عادي على خديجة ياك؟ لا كنديروه في الماء حيت كيكون خضر باش كنحيدوا لي القشرة ديالو. صافي. إذا بالنسبة للوز ولا كوكو كنفسخوه وكنسلقوه كنطحنوه في الطحانة ديال الخضرة بديك العيون ديالها مختلفة باش كيخرج لينا هاد المادة ديال اللوز والكاوكاو مختلفة الحجم الغليظة والرقيقة والمتوسطة. كندهنوا بشوية ديال الزيت وكنحمروا وكنديروا في قريعة اللي كتكون عندنا معقمة وكنخزنوا فوق ما احتاجيناه. ها هو عندنا. نمشي معاك للجبل البلدي خديجة. نعم بالنسبة للجبل البلدي لبغيناه يكون كريمي نصيبوه في الدار، ولكن بغيناه فحنا يكون كريمي ماشي غير عادي. فحنا ناخذوا اللبن ديالنا وكنزيدوا ليه القشده الطريه واحد 200 حتى 250 غرام. ومن بعد كنخويو عليه الحليب الغليان وهكا كنكون حصلنا على جبن كريمي كريمي جبنه في الدار. نعم. اذا انت بالنسبه لك كتضيفي للجبن القشده الطريه. نعم. باش كيكون هذا الجبن البلدي عندنا كريمي. نعم. القراشل او القرص الى بقى عندنا خديجه. القراشل عندنا القراشل كنشدوهم بحال شكل القرص. كنسخنوا واحد الكميه ربما ما كناكلوهاش كيقصح شويه وكيصعب علينا نعاودوا فكنقطعوهم بحال الفقاص وكنحمروهم في الفران. ما كترشيهم بوالو؟ لا ما كنرشهم حتى شي حاجه غير كندخلهم للفران وهما يعني ما كديري لهم لا زبده ترشيهم بشويه د الزبده لا والو. لا زبده لا والو يعني غير كتقطعيهم كتطريفات وكتدخليهم للفران وهو عندك الفقاس وفي نفس الوقت داك القراش او القرص مرميتيهش يبقى عندك يعني مزيان. عندك طريقه لتنظيف الخلاط الكهربائي خديجه؟ نعم بالنسبه للخلاط الكهربائي إن درنا فيه شي خلطنا فيه شي كيكة ولا صيدرنا فيه المايونيز كتبقى بحال ديال البيض كتبقى زفرة فيه. فباش ننظفو كنغسلوه عادي في القشر قامط وكنزيدو عليهم واحد الكاس ديال الماء سخون ما يكونش طايب بزاف باش ما يكون دافي الماكينات دافي. كنطحنو دوك القشور بهاد الطريقة الريحه كتزول من داك الخلاط وكنكونوا نظفناه تنظيف جيد.
إذن هادو مجموعة ديال النصائح تدخل الأول ديالك خديجة، بحيث أن النصيحة الأولى كانت هو الحفاظ على اللوز ويكون في المتناول ديالنا فوق ما احتاجين عليه. كناخدو اللوز كنسلقوه كنقشروه وكنطحنوه في ديك الطحنة اليدوية اللي كنطحنو فيها الخضرة كتكون عندنا في الدار اللي عندها شبيكات مختلفين، كنطحنوه من بعد كندهنوه بشوية زيت وكندخلوه يتحمر، وهكا كنكونو عندنا اللوز مهرمش فوق ما بغينا راه هو موجود. الجبل البلدي باش يكون إكريمي كنزيدو ليه القشدة الطرية، القرش أو القرص إلا بقى لينا بواحد الكمية كثيرة باش ما يترماش، لأن بالفعل هو النصائح. قلتي بنا القطنية إلا بغيتيها طيب بسرعة شنو كديري ليها؟ نعم القطنية أنا كنفزقها سواء الفول سواء اللوبيا سواء عدس، كنفزقهم بالليل وفاش كنبغي نطيبهم ما كنديرش معاهم الملحة وما كنديرش مطيشة، فكنخليهم حتى كيقربوا يطيبوا عاد كنزيد مطيشة وكنزيد الملحة، فمطيشة والملحة كيخليوها شوية تعصى. كتاخذ وقت بزاف في الطياب. والنار تكون مهيلة. إذا بالنسبة للقطاني كتفزقيهم قلتي وكتردهم يطيبوا بلا مطيشة بلا ملحة حتى كيقربوا يطيبوا، عاد كتضيفيها الطماطم زائد الملح. اذا السمك الا قلينا وخلى رائحه يعني في الدار، احنا كنعرفوا الرائحه ديال القلي ديال السمك كتخلي الدار دائما فيها واحد الريحه غير مرغوب فيها كذلك، شنو كديري؟ نعم سواء القلي سواء الفرقان كندير القشور ديال الحامض بعدا في المقله وداك الحوت كيطيب، وملي كنسالي كندير شويه الورد والريحان وممكن حتى الخزامه، كنديرهم في واحد الكاسرونه وكنخليهم يغليو، وهكا كنكون عطرت الدار وحيدت الرائحه ديال الحوت. إذا انتيا فاش كتكوني كتقلي السمك كتبقي تضيفي مره مره شي قشيره ديال الحامض. نعم ياك. ومن بعد كتاخدي واحد الاناء كديري فيه الماء وكديري فيه اما الريحان او الورد وكتخليهم كيغليو. نعم بهذه الطريقه كتحيدي يعني الرائحه الغير مرغوب فيها ديال السمك. هو لذيذ بيني وبينك خديجه. نعم. الحوت مزيان ملي كنقليوه ناكلو ولكن كيكره بديك الرائحه. هذه طريقه يمكن انك بالنسبه للسيدات ينتبهوا لها. بغيتي تحتفظي بالبطاطا بزاف شنو كديري ليها؟ نعم البطاطا كنشد واحد الصال اللي يكون كبير على حسب الكميه ولا برميل. كندير فيه كندير التراب. كندير التراب وكندير ديك البطاطا وسط داك التراب باش كتصبر وما كتخسرش وكتصبر مده طويله. اذا البطاطا الا بغيتيها تبقى مده طويله كديريها تديري واحد الاناء كديري فيه التراب وكتغرسي ديك البطاطا في داك التراب. نعم هذه طريقه اللي كتحتفظي بها بالبطاطا مده اطول حيت كاين اللي كيخليها وكنلقاوها من بعد بقات كتنبت. نعم كتقول لك كتصرات كتولي زرقاء. نعم اذا هادو بالنسبه لنا النصائح ديال تدخل الثاني ديالك لاله خديجه من مدينه تمارا. فبالنسبه للقطنيه قلنا كتفزقيها ومن بعد ملي كتبغي ترديها طيب ما كديريش فيها الطماطم وما كديريش فيها الملحه حتى كتقرب الطيب. النصيحه الثانيه هي السمك ملي كتكوني كتقلي كتضيفي مره مره القشور ديال الحامض لذاك الزيت ديال القلي، ومني كتسالي كتاخدي واحد الاناء كديري فيها الريحان والورد ولا حتى الخزامه ممكن انها الدار، كتخلي داك الماء كيغلي فهذه كتساعد بانك تحيد ديك الرائحه ديال السمك المقلي. البطاطا الا بغينا نحتفظوا بها بزاف ما نخليوهاش تتنبت لينا، كناخذوا اناء كنوضعوا فيه التراب وكنغرسوا ديك البطاطا في وسط التراب فهي كتبقى مده اطول وكتبقى محافظه على القيمه ديالها. هذو ثلاثه ديال النصائح تدخل ثاني لاله خديجه، غتبقاي معنا كذلك نواصلوا من بعد هذا الاختيار الغنائي. بهلا كاين اللي كيقول لها الشرفه كاين اللي كيقول لها البهله كل واحد وشنو كيقول. كاين اللي كيبغيها تكون مفرقعه ومقرمشه. بالنسبه للمفرقعه راه معروفه النصيحه ديالها كنديروها في الفران للزحف العافيه تكون فوق منها، ولكن الا بغيناها تكون صابله مقرمشه فاحنا كنرشوها كنديروا داك البخاخ ونرشوها بشويه الماء قبل ما ندخلوها للفران. هكاك اذا بالنسبه لهاد البهله الا بغينا تكون مقرمشه وزويونه ومقرمله كناخذوا شويه الماء في داك الرشاش كنديروا وكنرشوها بالماء قبل ما ندخلوها للفرن. نعم هذه هي الفكرة خديجة. هذه هي الفكرة. نمشيو للنحاس. نعم النحاس. فايت لك عطيتينا النصائح على الحلي ديال الذهب مشجلاهم بعدا ياك خديجة مشجلاهم. مشجلاهم. ما عندي ما نسالك. أنا دابا غنعطيكم ديال النحاس. نعم. دابا كنلقاو الحلي ديال النحاس. عندنا الحامض كنحكوهم بالحامض. ولكن حكينا الحامض بوحدو غادي كحالو. اها شنو كنديروا اليوم؟ كنزيدو نلمعوهم بواحد شويه طباشير، كنحكو عليهم شويه طباشير وهما كيوليو لها العين. لا دابا غادي ندوزو عليهم الحامض ومن بعد ندوزو عليهم الطباشير، هي هكا هي الفكره. الطباشير نعم نعم. مدقوق ولا
مدقوق غادي يكون اكيد مدقوق مدقوق من الاحسن اها اذا بالنسبه للنحاس ديالنا الا بغينا يكون كيلمع فغادي نمسحوهم بالحامض ومن بعد ندوزو عليهم الطباشير مدقوق. خديجه تبارك الله عليك. نعم تبارك الله عليك خديجة في هذه المجموعة ديال النصائح اللي عطيتينا وحنا بقينا معاك لأن كيف ما قلت الوقت كيجري وما كنسخوش بكم وأكيد أنتم ما كتسخوش بنا لالا خديجة ياك بالفعل ولكن شطي معنا درنا لك وصلات شعبية مهمة ياك ما خليناكش خاوية الوفاض لا ياك واخا كتمشي للاستراحة كتكوني عاوتاني راكي كتستمعي للغنى فعلا لالا خديجة